في الحقيقة محافظات مصر شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث، منها أن في سيناء تم رصف طريق الشعراوي في وسط العريش استعدادا لأعياد هذه المحافظة، وكمان كان في افتتاح 7 مساجد جديدة في 5 مدن بالبحيرة بتكلفة بلغت حوالي 12,750,000 جنيه. معنا كمان تنفيذ أعمال تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري المطور بكفر الشيخ وممشى بني سويف اللي هيستقبل 130 من السياح، وأخبار تانية كتير في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مجلس مدينة العريش أعلن الانتهاء من عملية رصف طريق الشيخ متولي الشعراوي والطرق الفرعية الأخرى بين شارعي أسيوط والقاهرة بوسط العريش استعداداً لأعياد سيناء الشهر المقبل. مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة قامت بافتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز حوش عيسى وكفر الدوار والدلنجات وأبو حمص والمحمودية بتكلفة إجمالية 12,750,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. شهدت محافظة كفر الشيخ أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ للسوق المطور بوسط المدينة، واللي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق وخدمات الأمن والنظافة والمرافق. استقبلت محافظة بني سويف باخرتين سياحيتين فنادق عائمة خلال رحلتهم بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهم 2 فوج قوامهم 130 من السياح الإنجليز والألمان، وتضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، وده للاستمتاع بمنظر وروعة النيل علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة. مطار مرسى علم الدولي استقبل 17 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع الماضي، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم. محافظة دمياط شهدت تدشين قافلة طبية شملت توفير 11 عيادة متنوعة بإجمالي 9 تخصصات طبية، وتم فحص 1005 مواطن خلال يومين وتحويل 11 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن استصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة لإجراء 475 تحليل بمعمل الدم و32 تحليل بمعمل الطفيليات.